لحد مريت مسار بيت لحد مريت مسار بيت لحد مريت مسار بيت دع الزهور تتفتح والمدرسة في مزرعة والمزرعة حديقة غناء وأطفال في عمر الزهور يتفننون ويبدعون في فنون الورود. مدرسة تنسيق الورود تتحدث عن نفسها بألوان ورودها. اول حاجه هنعرفها بنعرف الاول نوع التربه، تربه رمليه او طينيه. طيب هنعرف النبات ده بيتزرع في التربه الرمليه ولا التربه الطينيه، وبعد كده بنعمل له، ولازم نعرف الاول ازاي نعمل مستخلص ميه. بحب اشوفه في المكان بيدي طاقه ايجابيه للواحد، اول ما يصحى الصبح بيبقى يشوفه كده، وتعامل مع الورد بيبقى تعامل جميل وحلو خالص. ولما مثلا الواحد بيصحى ويلاقي اي حاجه خضراء قدامه بتبقى حاجه حلوه وبتديله طاقه للصبح كده ويفوق. انا بحب الورد البلدي وبحب الياسمين والفل، واي زهور تبقى لها ريحه وشكلها جميل في المكان، يعني بتدي منظر وحاجه كويسه كده. عرفتها عن طريق الدفعه اولى، بنت تقرب لي يعني وطلعت من الاوائل في الدفعه، وحبيت المدرسه لانها فيها مكان يعني حاجه جديده، ورد وخاصه بالورد، وبس اهم حاجه في الورد. والورد كمان يعني تنسيق الورد حلو لما تكون تنسق الوان مع بعضيها وتشوف الوان شكلها حلو. وفي الورد مثلا انواع مختلفه، في شجر وفي ورد بلدي وفي ياسمين، في جميع انواع الورد. يعني في مثلا اشجار بتطلع ورد واشجار من غير ورد، وفي ورد في الارض بتزرع في الارض، وورد بتزرع في قصيص. سوري انا عندي طبعا ورد اسمها ورده الجارونيا، منها الوان كتيره فيها بلتاتي مداد وزنال، دي نوعين في ورده الجارونيا، دي نوعها حلو يعني والوانها تمام كويس. ان شاء الله اكون مهندسه زراعه، واكون يعني ايه اطلع في القسم اللي انا بحبه ان شاء الله، يعني اجيب مثلا ممكن في القسم ممكن مثلا دكتور التحاليل للتربه، او ممكن مثلا مهندسه زراعه في تنسيق او للصوب، مهندسه صوب، ممكن يعني في منها حاجات كتيره يعني تقارير كتير. مثلا هو ممكن مثلا محل ورود، لو انا حابه ان انا افتح محل ورد، بيحب شخصيا انا بحب الورد، يعني ممكن افتح برضو محل ورد، ممكن ابيع مثلا حاجات انواع ورد انواع شجر، ممكن افتح يعني مثلا زي صوبة او زي بستان كده للورد يكون خاص بالورد. علشان نطبق الدراسة النظرية اللي احنا خدناها في المدرسة للعملية. ده نبات الايه؟ الجارونيا. ده نبات الجارونيا، برافو عليه، نبات الايه؟ الزينة. طبعا احنا هناخد طريقة القص الايه؟ العقلة، لانه بيتكسر بالايه؟ بالعقلة. طبعا قبل ما اقص العقلة لازم اتأكد من تطهير الايه؟ المقصات اللي معايا او الايه؟ السكاكين اللي انا بعمل عملية الايه؟ القص بيها. ببدأ اخد العقلة الطرفية وابدأ عملية القص الايه؟ طريقة ايه؟ مايلة كده شوية، وابدأ انضفها 2 سم على الاقل. اه برافو عليكي، 2 سم مسافة. دلوقتي بنضف العقلة علشان ابدأ انضفها علشان احطها في الهرمون، وبعدين كده ازرعها في الفصوص هي الاسرية.
ودلوقتي كده هنضفها، بس في الاخر هسيب فيها برعم بسيط كده كده. هي كده هو شكل العقله. كده هبدا ازرعه في الصيص، وكده بقى بنحط بقى الهرموني بتاعها اللي هو اللي بيساعد على الجذر علشان التشجير بتاعها. انا في ثالثه زراعه مدرسه عمارة الزراعيه، بس بصراحه هي مدرسه ادتنا طاقه وايجابيه ان احنا نتعلم من ازاي نعتمد على نفسينا هنا في المدرسه. بصراحه بحب الورد وبحب الشكل وكده وبحب الرائحه بتاعته. عايزه اكون باشمهندسه زراعه وكده، ان انا ابدا برضه اشتغل نفس الشغل اللي انا بشتغله ده، يعني ان انا اتعلمته كده، وبعدين كده اطلع واعلم ناس جيل تانية وكده. ونتعلم الزراعه ونقص العجل ازاي، ولازم نطهر العجل قبل ما نقصها، وزراعه العجل وفي القصيص وكده. ان شاء الله هدفي ان انا اجيب كليه زراعه، وبكده ان انا غير ان انا بمارس الزراعه بتعلم منها في النظر، اللي انا بتعلمه في العملي بفهمه في النظر كويس. دول طلبه من الصف الثالث الاعدادي بييجوا يتدربوا هنا في المدرسه عشان نحببهم في العمل والشغل، وبيحب عشان يحب المكان ويبقى مستعد، وان كان ونختاره على كصحيا وجسديا بنختبره يعني في بدايه الشغل. المواصفات اللي بختار الطالب، لازم يكون عندي طالب حابب الشغل معايا ويؤدي العمل باخلاص وجد، ويكون حب المكان. اهم حاجه يكون حب المكان، حب المكان خلاص ده انا بختاره، مش شرط عندي حتى المجموع بتاعه، لا انا عايز طالب يفهم الشغل اللي انا بشتغل. الطالب عندي هنا بيقعد شهر يمارس جميع المهن هنا، وبعد كده ببدا انسقه في المدرسه عن طريق الاداره التعليميه والمدرسه. يعني انا شايف ان المدرسه حلوه وفرصه، يعني بقال مجهود نجيب منها كليه، وبحب الورد والانواع الزرع اللي فيها. يعني انا كنت قاعد بتكلم مع واحد صاحب يعني، فقال لي على المدرسه.